دجاج الصياد تكفي 4 أشخاص. المقادير: نصف دجاجة مقطعة إلى 4 قطع مغسولة ومجففة، بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح، حبة فلفل خضراء مقطعة إلى أصابع، 3 حبات بندورة مقطعة إلى مكعبات، كوب فطر مقطع إلى شرائح، 8 ملاعق طعام زيت زيتون، ملح حسب الرغبة، 1/2 ملعقة صغيرة خلطة البهارات 7. طريقة التحضير: نسخن 4 ملاعق طعام من زيت الزيتون في طنجرة ونقلب فيها البصل حتى يذبل، ثم نضيف الفلفلة والبندورة ونقلب لدقيقة، ثم نضيف الملح وخلطة البهارات 7 ونحرك جيدا، نضيف الفطر مع التحريك، ثم نغطي الطنجرة ونتركها على النار لمدة 20 دقيقة مع التحريك من حين لآخر. نسكب 4 ملاعق طعام زيت زيتون في جاط فرن وننقل إليه قطع الدجاج مع الحرص على إحاطتها بالزيت من جميع جوانبها ونتبلها بالملح، ثم نسكب كوب ماء في جاط الفرن، نغطي جاط الفرن بورق قصدير ونضعه في الفرن المسخن مسبقا لدرجة 200 مئوية لمدة 30 دقيقة. نخرج الدجاج من الفرن ونسكب فوقه خليط الخضار، ثم نعيده إلى الفرن المسخن مسبقا لدرجة 180 مئوية لمدة 10 دقائق قبل التقديم.